تقع منطقة سانت كاترين في قلب جنوب سيناء على بعد 300 كيلومتر من قناة السويس، وتشتهر المدينة بالآثار الدينية والأماكن السياحية بها. جبل موسى أشهر الجبال الموجودة في جنوب سيناء لما له من قدسية ولما يتمتع به من مناظر طبيعية ومشاهد بديعة، لذلك يعتلي الزائرين نحو 7363 قدما فوق سطح البحر. هي ارتفاع الجبل على غرار سيدنا موسى عليه السلام، لأنه كان يعتلي هذا الجبل لكي يناجي ربه. منطقة سانت كاترين يوجد بها دير سانت كاترين ومقام النبي هارون، ويمثل دير سانت كاترين مزارا أثريا هاما، وقد بني في القرن السادس الميلادي والكنيسة الكبرى، وتعتبر أقدم الآثار المسيحية، وترجع إلى عهد الإمبراطور جستيان في القرن السادس الميلادي تحديدا عام 527 ميلاديا، وقد عرفت باسم كنيسة التجلي، وبداخلها صفان من الأعمدة عددها 12 عمودا تمثل شهور السنة. مسجد الحاكم بأمر الله، وهو يقع على بعد 10 أمتار من الكنيسة الكبرى الذي بني أيام الفاطميين عام 500 هجريا. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ودايما بنكون سعداء جدا في مصر الجميلة بإلقاء الضوء على كل شيء جميل. مفيش أجمل من أثارنا ومفيش أجمل من تاريخنا اللي بنفتخر به دايما ما بين الأمم، وهو بالفعل محل اهتمام الجميع. ما زال العديد من الاكتشافات الأثرية بنشوفها وبنتابعها خلال مراحل كتيرة جدا، ولا زالت حتى الآن هي بالفعل يعني ليها السحر العجيب عن العالم. عندنا كل أنواع السياحة، السياحة العلاجية، السياحة الشاطئية، السياحة الدينية. ولما بتكلم عن السياحة الدينية بنقول كمان إن في أماكن معينة بيكون فيها اكتشافات أثرية. النهاردة تحديدا بنتكلم عن سانت كاترين والاكتشافات الأثرية الخاصة بها، وإزاي بيكون ليها مساهمة في قطاع السياحة وبالتالي في الاقتصاد المصري. خلوني أرحب بضيفي اللي مشرفنا النهاردة في مصر جميلة. مرحب بدكتور خالد سعد، مدير عام الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ، عضو الاتحاد الدولي للمتاحف. أهلا بحضرتك. أهلا منورت دكتور خالد. ما فيش شك أنه سانت كاترين يعني بتعتبر منطقة مميزة جدا، وخلينا نقول أنا منحازة جدا لسانت كاترين لأن أنا بحبها وبروحها تقريبا كل سنة. كلمنا وقول للسادة المشاهدين إيه الأثار أو إيه ما يميز سانت كاترين عن غيرها من الأماكن. أولا لازم يكون عند حضراتكم معلومة أن سانت كاترين أو منطقة سانت كاترين تم إعلانها كمحمية تراث عالمي 2002. المقومات بتاعت المنطقة أن زي ما احنا بنقول كده أن مصر عندها ملفات كتيرة جدا بيتم إعدادها لليونسكو لتحويل هذه المواقع لمحميات تراث عالمي. اليونسكو تشترط مجموعة من الاشتراطات أن الموقع يتميز بشيء غير موجود في حتة تانية. فإحنا لما يكون عندنا منطقة سانت كاترين ابتداء من وادي فيران، وادي فيران في دير اسمه دير البنات، خلف منه في أقدم كاتدرائية على مستوى العالم بترجع للقرن الرابع. الكاتدرائية دي كاتدرائية قديمة جدا، طبعا طلع منها كم كبير جدا من القطع الأثرية، وموجودة في الدير اللي اسمه دير البنات، وده دير بنات أرثوذكس أرمن. لما نخش بقى هنلاقي منطقة سانت كاترين فيها كم مهول من المزايا اللي لا توجد في أي مكان في العالم. على سبيل المثال جبل التجلي هو المكان الوحيد
الذي تجلى الله عليه، اختار ربنا سبحانه وتعالى من كل بقاع العالم المكان ده عشان يتجلى فيه. جبل التجلي ده بقى عشان حضرتك تعرفيه في معلومات بتبقى موجودة متاحة للجميع، دير سانت كاترين وتاريخه وخلافه، وفي معلومات ما بتبقاش متاحة للجميع، دي بيعرفها بعض المتخصصين. جبل التجلي ده بالليل حضرتك بتشوفيه ابيض، الصبح تلاقيه اسود. ده حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. حاجة تانية الممشى بتاع الجبل، جبل موسى، حضرتك بتمشي 7 كيلو وبعدين بتطلعي 700 سلمة علشان تشوفي مثلا يا اما السان سيتي يا اما السان رايز، في منظر مهيب. الدير الاثري، وبعدين الدير الاثري المكان الوحيد في العالم، الدير الوحيد في العالم الذي يكتنفه مسجد، والمسجد ده من العصر الفاطمي، ويشاع ان الرهبان تخيلوا ان المسلمين في طريقهم لهدم الدير فبنوا في العصر الفاطمي، فبنوا لهم هذا المسجد. وما كان من المسلمين عند الا انهم قاموا بتكريم الرهبان وبناء احد جوانب الاسوار للدير لحمايه وتكليف. شوفي حضرتك المحبه والتكاتف الديني والسماحه من امتى؟ حاجة تانية والاحترام المتبادل طبعا، يعني دي قيم المفروض ان احنا حتى واحنا بنشرح زي ما حضرتك بتقول لنا دلوقتي نقاوم ده للمجتمع النهاردة. هي دي اساسيات الاديان كلها، الاديان كلها بتحترم بعض، قد تختلف ولكن في النهاية بتؤدي كلها الى عبادات للواحد الاحد، فلابد من الاحترام لهذه الاديان. بالظبط. بنلاقي كمان هناك مقام النبي هارون. لا قبل ما نطلع من الدير في العليقة. لا لسه، لا لا انا هقول لحضرتك يعني المفاجأة بتاع اللي انت بتزوريها على العليقة وفي البير بير موسى. لا المفاجأة بتاعت شجرة العليقة، ان هذه الشجرة في الموسوعة الزراعية الدولية خصصوا لها فصل، ان هذه الشجرة لا يتم استنساخها، يعني ما تقدريش تستزرعيها في اي مكان في العالم، وهي الشجرة الوحيدة في العالم التي ليس لها ثمرة، وهي الشجرة الوحيدة التي ظلت موجودة منذ عصر سيدنا موسى حتى الآن، خضراء كمان. خضراء، وده المكان اللي تلقى فيه سيدنا موسى الألواح من رب. جنب منها بتلاقي البير اللي هو يذكر أن البير ده التقى فيه سيدنا موسى مع بنات سيدنا شعيب، اللي تزوج منهم واحدة ثم تزوج الثانية كما ذكر ذلك في. هل ده موثق يا فندم ولا يعني دي اجتهادات؟ لأنه في كمان هناك أرض مدين، وإحنا عارفين أنه سيدنا موسى قابلهم عند أرض مدين. هو اللي الوثائق الأثرية، يعني إحنا مثلا ما لقيناش ما يسمى بألواح موسى، عند حضرتك بتاخدي ما يسمى بالتواتر، زي ما جه كده مانيتون وابتدى يكتب لنا جزء من التاريخ المصري عن طريق التواتر، عن طريق نقل السيرة الذاتية التي يتم نقلها من أسرة إلى أسرة ومن مجتمع إلى مجتمع وخلافه. فالتواتر ده موجود حتى في كتابات الرهبان القدامى، وموجود حتى في بعض الكتابات القديمة سواء الكتابات القبطية اللي بترجع للقرن الرابع. الشيء المميز كمان واللي كتير من الناس ما تعرفوش، ان دير سانت كاترين بيحتوي على مجموعة من الايقونات النادرة النادرة التي لا يوجد مثيل لها في العالم، وبعض هذه الايقونات بترجع للقرن الرابع الميلادي، وتعتبر من اقدم الايقونات في العالم، لدرجة ان الدير عمل متحف للدير. وده برضو يدل على حاجة غريبة جدا، ان حضرتك بتخرج من فكرة ان الدير ما هو الا مكان للصلاة، الى انك تحولي الدير الى مكان أثري. سياحي واثري وفي نفس الوقت تربوي وتعليمي وثقافي اكثر من شيء، واصبح لديهم كمان دلوقتي مكتبة، والمكتبة فيها مخطوطات قديمة جدا. احنا عندنا المتحف القبطي في مكتبة، وتعتبر من اندر امهات الكتب في العصر القبطي او في الكتابات او في الفنون، ودي تعتبر هي المكتبة الأكبر والأضخم والأعظم. لكن الدير عنده مكتبة خاصة
بتراث الدير وبتراث منطقه جنوب سيناء والتاريخ الخاص بيها. طيب النهارده يعني احنا بتتضافر الجهود والحمد لله السياحه بدات تستعيد يعني لسه نشاطها. يا استاذه ما كملناش بقيه الاثار. ما انا لسه عايزه اقول نركز على ايه بقى، يعني ايه النقاط اللي احنا لازم ان احنا نركز عليها او بتعد من الاثار المهمه جدا في سانت كاترين، بس عشان الوقت ما ياخدناش. لا هو احنا الاجزاء المهمه جدا لنا النهارده لازم اركز عليها محل اهتمام العالم كله، ممكن ان هي تزيد من اعداد السائحين من مختلف الدول، وكمان ربما تكون هناك اكتشافات جديده تديها نوع من لحضرتك على الاكتشافات. المفترض ان بس يبقى في كتالوج لمجموعه من المواقع السياحيه المهمه جدا في منطقه جنوب سيناء، ابتداء من بعد النفق اللي هي منطقه عيون موسى اللي هي ال 12 عين بتاع عيون موسى، بالاضافه الى موقع في منتهى الاهميه مش عارف ازاي ان هذا الموقع ما بيتم زيارته على نطاق كبير، يكاد موقع خطير جدا اللي هو ومزار عيون موسى الحربي، اهم نقطه في خط بارليف وفيها الست مدافع الهاون اللي بتسمى مدافع ابو جاموس، واللي كان ليها دور كبير جدا في تغيير دفه الحرب في انتصار 6 اكتوبر طبعاً. لما استطاع المشير الجمصي ان هو يعد خطه عن طريق احد الفرق الجيش المصري للسيطره على هذه النقطه الحصينه اللي كانت محصنه بثلاث دوائر من الالغام، الغام مضاده للمعدات والغام مضاده للافراد والغام مشتركه. هذا الموقع موقع رهيب، بالإضافة إلى موقع آخر برضو في منتهى الأهمية، موقع حمامات فرعون، وده موقع برضو خطير جدا لا يوجد مثيل له في العالم، خاصة إن في مجموعة من الكهوف خلف حمام فرعون بتزيد درجة حرارة الكهف، درجة الحرارة كل متر 10 درجات حرارة عن اللي قبله يعني كل ما حضرتك تخش في الكهف ده متر واحد بتزيد درجة الحرارة 10 درجات، بالإضافة إلى أن الموقع نفسه بيطلع مية معدنية مش موجودة في العالم، نسبة الكالسيوم فيها عالية جدا لدرجة أن في بعض الزائرين الطبيعيين جدا بيقولوا أن احنا بناخد البيض نحطه في المية الدافية يتسلق، وده بقى أرضه موقف طريف، بالإضافة إلى مجموعة برضو من المواقع سواء بقى في منطقة الطور. وإحنا عايزين نضيف معلومة مهمة جدا حتى زي ما حضرتك أشرت بالسياحة العلاجية، لازم نبقى عارفين إن في 40% من أدوية الكانسر في العالم بيتم استخراجها من النباتات الطبيعية اللي طالعة من جنوب سيناء، ودي معلومة مهمة جدا إن الناس برضو لازم تبقى عارفة أنواع النباتات إيه دي وموجودة فين وأسمائها إيه وبتخش الكلام ده، برضو مهم لأن منظومة السياحة في العالم بتختلف يوم بعد يوم، اهتمامات الناس بتختلف يوم بعد يوم. هو ده التسويق، يعني انا بسوق لامكانياتي وثرواتي اللي موجوده بالزبط. بشكل جيد. ناهيك يعني بقى حضرتك عن منطقه راس محمد، ناهيك عن محميه نبع وانواع الحيوانات اللي موجوده فيها لا زالت موجوده الى الان، النباتات، ناهيك بقى عن المنطقه الجديده اللي تم الكشف عنها مؤخرا ويرجع الفضل فيها، برضو احنا دايما بننسب الفضل لاهله للاعراب بتاعت سينا اللي هي بتخش الوديان، وبصراحه بيكون لهم دور كبير جدا في اكتشاف كم كبير من المواقع. احنا عندنا موقع برضو اغفلناه لمنطقه سرابيط الخادم، وده برضو منطقه سياحيه في منتهى الاهميه، ووزاره السياحه والاثار اعدت مركز للزوار هناك واعدت مركز علمي واعدت مكان للاقامه، يعني معنى كده الكلام ده لازم يتحط على خريطه السياحه. طبعا حاجه كمان من الحاجات، لانه للاسف الشديد وقتنا خلص، اخر مره زرت فيها سانت كاترين رحت منطقه اسمها النواميس واستغربت جدا انه هذه المنطقه، اول مره في حياتي اعرف ان في حاجه اسمها نواميس في هذه المنطقه. المفاجاه حضرتك النواميس دي اقدم مدينه سكنيه موجوده على وجه الارض، فيها 86 ناموس مبنيين بالطريقه الدائريه وزاويه سمنت، يعني من غير ماده لاصقه، يعني نفس طريقه بناء الاهرامات. صحيح. عشان بس الناس اللي بتدعي ان حد جه اشترك في بناء، لا احنا عندنا نواميس ده عصر نحاسي 4500 سنه، وحضرتك برضو ما تعرفوش ان عندنا في وادي السربال نواميس كتيره جدا، وادي السربال ده في وادي فيران، عندنا في وادي سلاف، وعندنا في وادي حبران، بالإضافة إلى المواقع الجديدة المكتشفة بقى حديثا اللي هو منطقة الزرانيق، وادي طوله 18 كيلو في ما يقرب من 30 ألف نقش، بالإضافة إلى كهف جديد
طالع اسمه طور محنة. يعني الاكتشافات مستمرة ومصر عامرة بالآثار، وإن شاء الله يعني يكون في فكر في تطوير منظومة التسويق الخاصة بيها بشكل مختلف، لأن ده هيكون دي العائد الخاص بيه. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد سعد مدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ عضو الاتحاد الدولي للمتاحف، نورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهاردة، وإن شاء الله بكرة اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جدا. We'll be right back.